أجدادي 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 الغاليين وعاشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطار الجيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس، ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام أيام دول.
كانت بلدنا أم الحضارة. لو حبيتوها هترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. مولاي السلطان، رسل هلاكوا من باب. من هلاكوا قائد جيش المغول المنتصر إلى سلطان مصر، أنا في الطريق إليك بجيوش عدد الرمال والحصى. اعلن خضوعك وارفع راية التسليم وسيب البلد وانفد بجلدك. انت بتتحدى هولاك قائد جيش المغول الذي لا يغلب؟ خدوهم على السجن. طب احنا عملنا ايه؟ احنا ذنبنا يا حضرة السلطان؟ احنا عملنا ايه؟ استعدوا للقتال. الظاهر ان في موجه غريبه جت بوظت الجهاز. قلت لي احنا في سنه كام يا عسى؟ 1259 ميلاديه يا استاذ. عارفه يا عزة، المغول عاملين عمايلهم في غرب اسيا. دي بغداد نفسها وقعت في ايديهم يا استاذ. ناس متوحشين، كل ما يدخلوا بلد يدمروها بالكامل. بس دول جايين على مصر يا استاذ. لا ولا يهمك، ما تخافيش، مصر محروسه برعايه الله. انت تعرف قصر السلطان؟ قصر السلطان ما اعرفوش، انما اللي يسال ما يتوهش. طب بسرعه يا استاذ، بسرعه روح على قصر السلطان عشان تحذره من هلاكو. هلاكو؟ هلاكو هيكون في مصر هلاكو ان شاء الله. ورايا يا عزيز. تريك 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 تريك، ناس رايقة. هدوء هدوء، لا إزعاج ولا كلاكسات ولا حاجة أبدا تنرفز. يا سلام يا سلام، ورتم بطيء. صباح الخير يا أنكل. صباح النور. كنت بسأل يعني عند سيادتك خلونجان مقشر؟ هناك وصل. لا اتفضل اتفضل ارتاح. لا هولاكو مش هيوصل ابدا، مش هيوصل مصر ابدا، مش هيوصل خالص. انت مين؟ انا بني ادم يعني، بني ادم وجاي اشتري منك خلنجان مقشر. عندك ولا ما عندكش؟ انت لابس كده ليه؟ والله ده 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 يعني ده لبسي، هتعمل لي كشف هيئه انا البس اللي يعجبني. لا إيه؟ على راي المثل، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. طيب خلاص ماشي. كنت بسأل عند سيادتك اسمه ايه ده؟ بصراحة كده انت عايز ايه بالظبط؟ بصراحة كده انا عايز قصر السلطان. ليه؟ من غير ليه، ما تقوليش ليه، عايز قصر السلطان وخلاص. شايف البيت اللي هناك ده؟ شايفه العالي ده. فيه واحد اسمه سالم بيورد تموين لقصر السلطان. أيوة. هو ده اللي يقدر يوديك هناك.
وده اروح له ولا اعمل ايه؟ لا ممكن تنده عليه يجي حالا دلوقتي. انده وقول يا سالم. اي يا سالم يا سالم. زعق قوي اصل ده ودانه تقيله شويه. سالم يا سالم. مين اللي بينده عليا؟ جاسوس من عندي هولاكو. خده وسلمه يا سهل. جاسوس؟ تعالى رايح فين؟ ده انا مستنيك. شفت يا ستي؟ شفت سالم ده عليه جيت قد ايه؟ في ناس كتير كده يا عم فؤاد ما تعرفش تتفهم. لا جدته جدته عايزه تقضى. بص اهلا وحشني والله وحشني يا سالم يا سالم وحشني. يا كنت فاكر نفسك هتهرب مني. اهرب؟ ده اسمه كلامي يا ناس. اهرب منك انت برضو؟ لا بس انا عايز اقول ان سيادتك معاك سيف وانا ما معيش سيف. اديني السيف اللي معاك وشوف انا هعمل فيك ايه. اديك السيف؟ اه طيب اذا كان كده عن اذنك يا هاني تعال لي بقى. ثانيه واحده ثانيه واحده. أه؟ انت سيادتك متمرن. انا لسه برضو عايز اتمرن. ما هو انا همرنك تمرين. طارق انت هتنشف رقنا ليه؟ الله الله واحذفينا من الغدر برضو. شوف كلمه واحده زياده هتلاقي السيف مغروس في ظهرك. قدامنا قدامنا على قصر السلطان. يلا خلاص يا سالم. خلاص يا بيه. ورايا يا سالم. وراك يا بيه. إذا كان هولاكو انتصر في كل المعارك اللي دخلها وإذا كانوا المغول استولوا على العراق والشام ونشروا الرعب في كل البلاد الإسلامية اللي دخلوها يبقى مفيش قدامنا غير إننا نواجههم. بس دعوتهم أكبر من قوتنا يا مولاي. بس إحنا مسلمين معانا ربنا سبحانه وتعالى ومعانا حبنا لمصر. مصر الكريمة اللي لازم نفدي كل ذرة رمل فيها بروحنا وبدمنا. الله أكبر الله أكبر. أنت مين؟ مين؟ ده أنا. أنا مصري أصيل دفتني الشمس بحنية ورواني النيل وبوسط تراب مصر الغالية والغالي قليل. مصر اللي بتشبه بالنية واحنا الزغليل. يا ملك يا شجاع يا نبيل امل الاسلام دلوقتي عليك منصور ان شاء الله والنصر هل على ايديك. جيت لك من الزمن الاتي بشير واسلاما كلمة ومعناها نصر كبير وبعون الله يبقوا الزغليل ابطال مغاوير وفي عين جالوت تعلى الراية وترف بمئة ألف حكاية لما تاريخنا يكتب ويقول. بكرة هنتفرج على جيشكم وحنقطع عيشكم يا مغول وهلاكوا الغول لبلاده حيرجع لمؤاخذة وسطه محلول. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة. الفصورة في البنورة. من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين. وهو ده المطلوب يا ولاد. عم فؤاد ويا الأجداد راح يقابل.
وقلبي.